مرحبا بك كوتش. بيك عايشك. مبروك الفيكتور. عايشك. رجعت النادي الافريقي من بعد يعني فارق بريسك 15 بوان. والحمد لله يعني في الاخر رجعنا في الريزلت. مبروك كيف كان الماتش اليوم يعني؟ شوف احنا ديما عندنا دو زيكيب ما همش كيليبري، عندنا برشا اولاد مازالوا جدد ماهمش لاعبين برشا باسكيت، دونك الديفينيس خد سكور في الميتون الاولين يهرب ما عندناش معناتها ايكيب معناتها فريمون حاضره 100%. زدت لنا برشا خدمه كيما ترى ديجا شينا دينا سنا مع سينيدار في خدمه ساحه وبدات تعطي في المر نتاعها. رجعنا في التروزيام كاتريم كارتون كي رجعنا لعبنا زور كي معناتها لقيت الجروب نتاعي اللي مستانسين يلعب ولات فما اونتونت بينات بعضهم. رجعنا في سكور عملنا ديفونس باهي سورتو ديفونس عطيهم الصحة الأولاد في ديفونس عملوه وفي الأتاك كيف كيف معناتها جاتنا ريوسيت وإن شاء الله من الماتش ماتش يتحسنوا الأولاد معناتها رغم اللي ضيعنا برشا كور ساهلين إن شاء الله كنا مدرس معناتها باش الماتش شوية خاطر تبقى ماتش كيبة صعاب دونك ماكش تجيب سكور كيما هكايا تو فهمت وكو ربي معنا. نحكيو شو نبدا الماتش شوية نحكيو شوية على التكوين نتاع لي جون نتاعنا كيفاش ثاني في النادي الأفريقي. في النادي الأفريقي ما هو هذاك خاطر نحن السورس نتاعنا هي ولادنا. كيفاش تشوف صحيح. انت يعني الاولاد نتاعنا اللي تو طالعين يعني حموني سلام احنا تو شوف قاعدين نخدموا في خدمه معناتها مدروسه مع سينيدال فهمت وخدمه قبل مع سينيدال عبيدي زاد كيف معناتها خدمه مدروسه حاجه اللي في الكلوب افريكان ما عندهمش تراديسيون نتاع باسكيت كيما في حلق الواد في القروان في الزهره فهمت في معناتها يسكنوا كل بعض على بعضهم ما تفهمش تراديسيون تاع باسكيت ماذا جماعه حق الواد ديما مع بعضهم يقراوا فرد ليسي ديما كوروا مع بعضهم باش تلقى لونتون احنا هذه مش موجوده في الكوب افريكان دونك شو لينا برشا اشكاليه باش تعمل اللحمه هذه بين الاولاد. فما برشا ترافاي معناتها دي فوندامونتو اللي يلزمنا نركزوا عليه برشا باش كي ياخذ الطفل مثلا كدي جونيور يبدا مو على الاقل حاضر مش يلعب باسكيت يعرف يعطي باس يعرف يقرا على ساقي فهمت وماشيين فيها توصل النهج هذايا وان شاء الله خويا ربي يوفقنا معناتها بالخدمه شوف فما استحره بالخدمه توصل. انا مش عارف واك اسامي اللي نجم يوصلوا ان شاء الله هالسمر شوف انت ولا من السنيور والله شوف ما نجمش نقول لك انا فما دي جوار سيبليه معناتها مش نجم ما تعطيه جوار ما نجمش يوصل وتلقاه بعد عامين ثلاثه خلط محمد هذاك بيان محمد سنين فما عندنا ولاد اخرين اشرف بي ياسر اسكندر حمزه انا الاشكاليه راه فيها في الافريكان تو معناتها كونو جوري تو يوصلوا يخدموا ماتش فوا وصلوا ستاد تاع السينيور معناتها باش يلقاو اشكاليه في اللعب خاطر فيو الكلوب معناتها تجيب برشا جوريت معناتها من برا تشي برشا جوريت من برا واذا كان جور ماهوش كامل معناتها سيد باش يسحق لونتونور هذيك الاشكاليه تو اللي فما خاطر نهار اخر السوبر ما عادش فما امكانيه باش تشري جوريت لازمك تعمل على الصغار اللي عندك دونك لازمك نظره صغيره صغيره هذوما باش تخدمهم باش الجور اللي ما تلقاش باش تشري جوريت وما عندك ولاد حاضرين مش كل بعد والله لا ما خدمناش وما عندناش صغار باش نطلعهم من السيارة فما ولاد باش نلعبوا في السيارة وان شاء الله يعطيهم فرصتهم ان شاء الله ميرسي كوتش مبروك الفيكتوار مرحبا